my dear industrial technical education students how are you i hope all of you are fine welcome in our educational program في بيتنا مدرسة اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي الفرقة الاولى عاملين ايه اتمنى تكونوا كلكم بخير اهلا وسهلا بكم في برنامجنا التعليمي في بيتنا مدرسة today we are going to start unit 7 which is title is predictions النهاردة ان شاء الله هنبدأ الوحدة السبعة ده طبعا في الترم الثاني طبعا بتاعنا اللي هي بعنوان بريدكشنز يعني ايه بريدكشن يا يعني بريدكشنز يعني تنبؤات تنبؤات توقعات طيب من الميننج بتاعها كده من المعنى بتاعها افهم انا ان التنبؤات دي هل هتبقى في الفيوتشر ولا هتبقى في الباست في المستقبل ولا في الماضي انا لما بتوقع حاجه او بتنبا حدوث حاجه معينه هل هي بتحصل لي في الماضي في الباست ولا في الفيوتشر اللي هو المستقبل طبعا كلنا لما بنتنبا حاجه بنتوقع حدوث حاجه في المستقبل يبقى انا النهارده في تنس مهم جدا هتكلم عنه اللي هو الفيوتشر سيمبل. طيب هو الحقيقه الدرس بدايته ان هو جايب لي. كومباريزون uh, مقارنه بين الـ today اللي بيحصل الـ الايام دي اللي هو في البريزنت يعني في الحاضر وبين الحاجه اللي بتحصل ان ذا فيوتشر ان ذا اللي هو في المستقبل هل uh, في تطورات هتحصل في تكنولوجيا هتحصل هو دلوقتي كل اليونت بتاعتنا بتتكلم في البوينتس دي يلا مع بعض نبدا اليونت بتاعتنا uh, ان شاء الله هنشرحها كلها كل الجزء الجرامر هنغطي الجزء الجرامر كله اللي هو القواعد اللي فيه هنقول الاستراكشر كلها وكمان هنقول النيو فوكاب انا جمعت الفوكابلري كلها ورا بعضها كده هما كتير شويه بس معلش يا اليونت كلها على بعضها بعد كده ان شاء الله حسب نظام الامتحانات بتاعنا الجديد فاحنا جمعت شويه اسئله تشويس كده شويه اختيارات هنحلهم ان شاء الله مع بعض وفي نهايه اليونت ان شاء الله لو الوقت ادى السيشن بتاعتنا ان شاء الله في دايلوج صغير كده هنشتغله مع بعض اتمنى تركزوا معايا وتستفيدوا الحلقه ان شاء الله سيمبل خالص سهله وبسيطه بس محتاجه منكم شويه تركيز يلا مع بعض نبدا زي ما احنا شايفين قدامنا كده يا ولاد على الشاشه دي صوره من السكول بوك بتاعك من كتاب المدرسه بتاعك زي ما احنا شايفين في وومن اهيات في واحده ست في الصوره وهي موجوده في مكان وبتتنبا حدوث حاجات ده طبعا الصوره دي صوره للبريزنت للواقع للحاضر اللي هو بيحصل توداي وبتتوقع في صوره تانية هي في مخيلتها ان ان ذا فيوتشر هيحصل كذا احنا هنقرا الكلام اللي هي بتقوله وهنعرف النيو فوكاب اللي فيها وتقصد ايه بالبريدكشنز بتاعتها هي بتقول Today وي هاف كارز اند موتور الايام دي احنا عندنا سيارات وموتور بايكس اللي هي الدراجات البخارية اللي هي بال... بال... بالمعنى الدارج بتاعنا كده اللي هي الموتوسيكلات but we can't fly them over traffic بس احنا ما نقدرش نطير بيهم فوق المرور يعني انا ما اقدرش اركب كار وطير بيها فوق المرور لا كله اون land على الارض طب في البريدكشنز بتاعتها التنبؤات بتاعتها بتقول ان the year 2035 سنة 2035 we will have a person copter and we will be able to fly them over the traffic عندنا هيبقى عندنا اه, هليكوبتر شخصية اللي هي لفرد واحد هي تبقى فييكل فور وان بيرسون هتبقى زي مركبه كده او عربيه لشخص اه واحد وهنقدر نطير بيها اوفر ترافيك الكلام ده هيحصل امتى هي بتتنبا او بتتوقع انه هيحصل ان 2035 طب يبقى احنا في تو تنسز هنتكلم عليهم النهارده هنتكلم على البريزنت سمبل وهنتكلم عن الفيوتشر سمبل يلا مع بعض كده نبدا بالبريزنت سمبل والبريزنت سمبل احنا الحقيقه اخدناه الترم الاول اه انا هفكركم بيه سريعا ويا رب كده تكون المعلومات لسه في دماغنا الى حد ما احنا عارفين ان البريزنت سمبل يا سنه اولى بيتكون من التصريف الاول للفعل اللي هو الفيرست كونجيجيشن اوف ذا فيرب ايه التصريف الاول للفعل ده يا ميس؟ احنا قلنا ان الف... ان اي فيرب عندنا ليه 3 conjugation عندنا present وعندنا past وعندنا past participle فاحنا بنتعامل في البريزنت present simple مع المين فيرب اللي هو الفيرب الاساسي اللي هو التصريف الاول للفعل. طيب هل ده بيحصل مع كل subject pronoun يا ميس؟ لا احنا عندنا subject pronoun اللي هم 7 subject pronouns I, we, you, they, he, she, it في أربعة بيعاملوا معاملة مع بعض زي معاملة واحدة وفي ثلاثة مع بعض بيعاملوا معاملة تانية عندي اي وي يو they هي شي اي وي you, ذي دول أنا باخد المين فيرب زي ما هو بدون أي إضافات أما مع البروناونز هي وشي وإت أنا بضيف للفعل إضافات إيه الإضافات اللي بضيفها دي بضيف للفعل يا إما إس يا إما إي إس يا إما آي إي إس طب يا ميس امتى نضيف الاس وامتى نضيف الاي اي اس وامتى نضيف الاي اس بشويش كده هنفتكر الكلام ده مع بعض احنا قلنا الترم الاول بس نقوله تاني احنا قلنا ان كل الفيربس مع السنجلر ناون اللي هي الاسماء المفرده ومع البروناونز اللي هي هي وشي وات انا بضيف للفعل اس كل الافعال المفروض بيتضاف لها اس طب امتى ما ينفعش اضيف اس بس لو الفيرب بتاعي لو الفعل بتاعي بينتهي النهايه بتاعت الفيرب بتاعي يا اما اس يا ام اس اس يا اس اتش سي اتش او اكس زي كلمه مثلا واتش يشاهد اخرها سي اتش ما ينفعش احط لها اه اس بس زي كلمه ووش ووش اخرها اس اتش ما ينفعش احط لها اس بس كلمه فيكس اخرها اكس مينفعش ينفعش احط لها اس كلمه جو تبقى جوز بحط لها اي اس لما يكون عندي الفيرب بينتهي بواحده من النهايات دولت انا بضطر احط للفيرب اي اس طب امتى بحط للفيرب اي اس -E لو الفيرب بتاعي انتهى بواي حرف الواي مسبوقه بحرف ساكن قبل حرف الواي ده في حرف ساكن طبعا احنا قلنا ان الانجليش 26 لتر 26 حرف في منهم 5 فاولز اللي هم الخمسه حروف متحركه اللي هي اي اي -E او يو والباقي كلهم اسمهم consonant اسمهم ايه consonant اللي هي حروف ساكنه فلو جت الواي دي بعد من قبل منها حرف ساكن انا بعمل ايه وي دروب واي اند اد اي اس بنحذف الواي خالص وبستبدلها بالاي اس -E طيب يلا نشوف الاكزامبلز اللي معانا وانا جايبه امثله بسيطه كده عشان توضحي الكلام اللي احنا لسه قايلينه زي ما انتم شايفين يا ولاد قدامكم على الشاشه كده اه احنا قلنا اي وي يو ذي عندنا ال first conjugation of the verb اللي هو التصريف الاول للفعل وانا جايبه لك example عليه today we have cars and motorbikes الايام دي احنا عندنا عربيات and motorbikes طبعا كلمه have هنا جايه لي في first conjugation تصريف الاول للفعل ما صرفتهاش لا قلتها has ولا قلتها had طب في الكولون الثاني او في العمود الثاني هنلاقي هي شي ات جايبه لك كلمه الفيرب بنضيف له يا اما اس يا اما اي اس يا اما as". اي اي -E اس الاكزامبلز اللي موجوده قدامنا هي بلايز تنس زي ما احنا شايفين هي اهو بروناون هي جبت كلمه بلاي وحطيت لها اس he plays tennis every week. Number two, هي بلايز تنس افري ويك نمبر 2 عندي شي ووشز ذا ديشز ات هي بتغسل الاطباق في المساء او في الليل يعني طب ووش اخرها اس اتش هي زي ما احنا قلنا دي واحده من النهايات اللي احنا قلنا عليها فجايه لي كلمه ووشز متضاف لها اي اس نمبر 3 هي كاريز هيفي تيوب هو بيحمل هيفي تيوب انبوبه تقيله طبعا هو اصل الفعل هنا كاري وانا هنا حذفت الواي وضفت الاي اي اس -E زي ما احنا اتفقنا طب البيتشر اللي بعدها دي صوره من السكول بوك برضو بتاعك من كتاب المدرسه بتاعك جايب لي فور سنتنس جملتين اربع جمل سوري اربع جمل وانا المفروض هكملهم من الجمل اللي قدامهم نمبر 1 هو حللها لي موجوده قدامي اهيت بيقول لي يو وونت بي ايبل تو ستارت ذا كار مش هعرف اشغل العربيه او ابدا ادور العربيه بتاعتي ليه بيكو ذير از نو بترول ان ذا تانك مفيش بترول في التانك بتاعي طب نمبر 2 بيقول لي the water won't come up out of the tape الميه مش هتطلع او مش هتشتغل من التيب اللي هي الحنفيه هل هيبقى because there is no power cut ولا هيبقى because the water pressure is low ولا you will get an electric shock؟ excellent هتبقى because the water pressure is low number 3 او letter C if you touch this spark cable لو لمست السلك اللي هو المكشوف ده ايه اللي هيحصل لك you will get an electric shock the last one the electric light won't go on اللمبة الكهرباء مش هتنور ليه excellent هتبقى because there is no power out تمام هنا برضو دي صورة من السكول بوك بتاعك بيتكلمني عن predictions تنبؤات هتحصل ان شاء الله توقعات طبعا in the future في المستقبل جايب لي uh, in 2025 و 2035 و 2045 و 2050 هنقرأ كويس السنتنس ديت وهنحاول uh, نثبتها في المعلومات اللي فيها في دماغنا شوية عشان في اكسرسايز بعدها بيعتمد على فهمك للكلام ده بيقول لي 2025 people will watch TV on a flexible screen الناس هتتفرج على التلفزيون على شاشه مرنه شاشه مرنه مرنه ازاي يعني بيقول لك you will be able to roll up the screen and carry it anywhere هتقدر roll up معناها يطوي تقدر تتنيها كده وتحطها مثلا في اي الب... في الباك بتاعتك وتروح بيها اي مكان ايه كمان هي فليكسبل ازاي بيقول لك you will be able to hang the screen on a wall تقدر تعلقها على الحائط or read it like a newspaper. أو تقراها زي الجورنال. الكلام ده هيحصل امتى؟ In 2025. دي طبعاً كلها predictions In 2035 people will have person copter. هيبقى عندهم هليكوبتر شخصي أو قلنا الڤيكال اللي هي الشخصية دي. طب الكوبتر دي بتعمل إيه؟ اللي إحنا قلنا اللي هي فلاي اوفر ترافيك اللي هي بتطير فوق المرور. The driver will sit on it. القائد او السواق بتاعها هيقعد فيها لايك اون ا موتور بايك زي الموتور بايك بالظبط زي ما بتقعد على الموتوسيكل كده الدرايفر بتاع البيرسون كوبتر هيقعد في البيرسون كوبتر ذا ماشين ويل هاف راوتر اند بليدز هيكون فيها مروحيات وفيها شفرات كده برضو عشان تقدر تشغلها لايك اون ا هيليكوبتر زي اللي موجوده في الهليكوبتر بالظبط the driver will be able to fly at 300 km per hour القائد بتاعها او السواق بتاعها هيبقى عنده القدرة ان هو يطير حوالي 300 كيلومتر في الساعة الواحدة طب الكلام ده يحصل امتى in 2035 In 2045, people will think of TV program, and the program will automatically appear on the TV screen. يا سلام الناس هتبقى قاعده كده يعني انت تبقى قاعد كده في البيت بتفكر مثلا تتفرج على قناه مصر التعليميه او في بيتونا مدرسه فجاه تلاقي التي في اشتغل لوحده والسكرين اشتغلت لوحدها وعشان هي عرفت انت بتفكر في ايه او افكارك ايه الكلام ده امتى؟ ان 2045 in 2050 you will be able to continue سوري uh, you, you will be able to communicate with every language هتقدر تتواصل مع كل اللغات in the world في كل العالم the computer inside your ear will translate everything into Arabic الكمبيوتر اللي جنب الاير بتاعك هيبقى في كمبيوتر جنبك كده هيترجم لك كل حاجه انتو Arabic كل حاجه هيترجمها لك بالعربي فعشان كده انت هتفهم كل لغات العالم الكلام ده يحصل امتى in 2050 يلا نشوف بقى الاكسرسايز اللي موجوده عليها الاكسرسايز ده برده في السكول بوك بتاعك هو حلل لي أول واحدة in 2045 you will be able to control machines with your mind زي ما احنا قلنا هتبقى قاعد كده وتفكر في برنامج معين هيروح ظاهر لك على السكرين بتاعتك على الشاشة فكده الماشين هتفهم انت بتفكر في ايه نمبر 2 in وفي space مكان فاضي you will be able to fly from your home to your كوليدج إيه هتقدر تطير من البيت بتاعك للكوليدج بتاعتك اللي هي للجامعة بتاعتك فهيحصل الكلام ده ازاي برافو احنا قلنا الكلام ده هيحصل in 2035 لما يكون عندك البرسون كوبتر وهتقدر تركبها وتطير حوالي 300 كيلومتر بير اور سي ان وفي سبيس You will be able to understand the speakers of every language. سنة كام؟ هنقدر نفهم السبيكرز المتحدثين بكل اللغات. احنا قلنا ان هيبقى في عندك كمبيوتر نير يور اير هيبقى جنب ودنك كده في كمبيوتر هيعمل لك ايه؟ ترانسليت ايفري ثينج انتو هيترجم لك كل حاجه بالعربي فانت هتقدر من خلالها تفهم كل اللغات قلنا الكلام ده يحصل امتى؟ ان 2050. سنة 2050 The last one ان وفي space you will be able to carry your TV in your bag or pocket هتقدر تشيل التلفزيون بتاعك تلفزيون بتاعك in your bag في الشنطة بتاعتك أو البوكت أو في جيبك قلنا الكلام ده هيحصل امتى in 2025 لما هيبقى عندي flexible screen لما هيبقى عندي شاشة مرنة أقدر you can roll it up تقدر تطويها او تتنيها وتحطها في البيك بتاعتك او البوكيت بتاعك تمام دي كلها اجزاء من السكول بوك بتاعك انا حبيت اجيبها عشان تبقى بس عارف اليونت اللي احنا شغالين فيها فين لان احنا عارفين ان الكتاب ترمين على بعض فالكلام ده في نص اليونت في حاجه تانية بقى احنا قلنا ان احنا عندنا البريدكشنز وقلنا البريدكشنز دي اللي هي التنبؤات والتنبؤات دي يا سنه اولى قلنا ان هي هتبقى في الفيوتشر المستقبل احنا شرحنا البريزنت سمبل وحلينا عليه دلوقتي شويه اكسرسايز طيب الفيوتشر سمبل ده بقى هنشرح فيه ايه اكيد هنشرح فيه الكي وردز بتاعته الكلمات المفتاحية بتاعته تدل عليه ان لما اشوفها لما اشوف الكلمة دي في سنتنس اعرف ان الجملة دي جملة اه فيوتشر جملة مستقبل ايه كمان هناخد الفورميشن بتاعه التكوين بتاعه بيتكون من ايه هل هو ليه طريقة واحدة في التكوين باكتر من طريقه الكلام ده هنشوفه حالا بعد ما نقرا الكونفرسيشن اللي معانا في السكول بوك برضو يلا معايا على الشاشه كده في هنا لو زي ما انتم شايفين على الشاشه هنا كده في البيكتشر اللي قدامنا تو بويز او تو مان سبيك توجذر بيتكلموا مع بعض ف سبيكر بيقول له وير ار يو جوينج تو جو فور ذا سمر هوليداي انت هتروح فين؟ ايه آه في اجازه الصيف بتاعتك راح قال له I'm going to go to الكسندريه انا هروح اسكندريه يبقى ده بيتكلم هو في الفيوتشر طيب راح قال له وات ار يو جوينج تو دو ذير انت هتعمل ايه هناك؟ راح قال له I'm going to learn how to swim انا هروح عشان اتعلم السباحه راح قال له I think I'll come with you I think يعني انا اعتقد ان انا هاجي معاك طيب لو بصينا في الصوره هنا هنلاقي الكونفرسيشن بتاعتنا فيها طريقتين لعرض الفيوتشر سيمبل اتكلم عن الفيوتشر سيمبل اول واحده اللي هي فيرب تو بي بلس جوينج تو بلس الانفينيتيف وتاني حاجه اللي هي ويل بلس الانفينيتيف وده اللي هنشوفه دلوقتي في الشرح بتاعنا إحنا بنقول إن الفيوتشر سيمبل ليه ليه كلمات مفتاحية أو كلمات دالة عليه، اللي من خلالها أعرف إن الجملة دي جملة فيوتشر زي كلمة tomorrow in the future next week month year، طبعًا هتبقى next week next month next year next monday، أوكي؟ طيب، الفورميشن بتاعه زي ما قلنا في طريقة للتكوين إن أنا أقول ال well وال infinitive، وفي طريقة تانية أقول be going to. بي دي اللي يقصد بيها فيرب تو بي وبعدها جوينج تو وبعدها الinfinitive طيب انا بقى امتى استخدم ويل بلس الinfinitive وامتى استخدم جوينج تو بلس الinfinitive طيب لو خدنا بالنا في الكونفرسيشن اللي كانت معانا هو بيسأله انت هتعمل ايه الصيف الجاي فراح قال له انا هروح الاسكندريه قال له اي ام جوينج تو جو تو طيب انا دلوقتي مخطط في دماغي حاطط خطة في دماغي ان انا هعمل في السمر هوليداي كذا انا انا في السمر هوليداي رايح رايح اسكندريه طب رايح اسكندريه ليه؟ تو ليرن هاو تو سويم عشان اتعلم اعوم او اتعلم السباحه طيب يبقى هو مخطط في دماغه ان الصيف الجاي عايز يتعلم السباحه ايه الطريقه اللي هيتعلم بيها السباحه ان هو هيسافر اسكندريه البحر هناك يتعلم فيها السباحه براحته فزميله تحت السبيكر اخر سنتنس قال له ايه اي ثينك ايل كام ويز يو انا هاجي معاك طب لو خدنا بالنا ان زميله اللي هو سبيكر ايه خد كويك ديسيجن قرار سريع انا دلوقتي صاحبي بيقول لي ده انا هروح اسكندريه عشان اتعلم السباحه ومش عارف ايه هو مخطط في دماغه كده انما انا فجاه كده عجبتني الفكره رحت قلت له ايه اي ثينك ايل كام ويز يو اعتقد ان انا هاجي معاك انا بفكر اجي معاك فده اسمه كويك ديسيجن قرار سريع يبقى امتى استخدم ويل بلس الانفينيتيف لما يكون في كويك ديسيجن قرار سريع حاجه انا مش مخطط لها بتنبا لها كده ايه وخلاص يعني انا بقول ايه انا بقول انا اعتقد ان انا هروح معاك بس انا مش واثق انا هروح ولا لا زي ما شفنا البريدكشنز اللي هي كانت في العدد في الـ years اللي دي 2035 و2045 كله عمال يقول يو ويل يو وال وال استخدمنا ويل ليه؟ عشان دي تنبؤات احنا بنتوقعها هل احنا خططنا او عندنا التكنولوجيا دلوقتي اللي هل انا حطيت رجلي على الخطه اللي هتوصلني للبريدكشنز بتاعتي؟ لا عشان كده استخدمنا ويل انما لما يكون عندي بلاننج عندي تخطيط عندي فكر معين او حاجه معينه انا مخطط لها فبستخدم verb to be plus going plus the infinitive عارفين verb to be اللي هو يا اما am is are ده verb to be في ال present طبعا عارفين was were دول بيبقوا في ال past في الماضي فانا بستخدم في ال present am is are plus ال verb plus going uh, going to plus the infinitive يعني ال احد اشكال فيرب تو بي اللي احنا قلنا عليها و جوينج تو بلس الانفينيتيف اللي هو المصدر وقلنا المصدر اللي هو المين فيرب يعني الفعل بدون اي اضافات لا اس البريزنت بقى ولا اي دي بتاع الباست ولا اي ان جي بتاعه البريزنت كونتينوس المين فيرب زي ما هو اللي هو يعتبر الفيرست كونجيكشن اوف ذا فيرب طيب يلا نشوف مع بعض الامثله اللي معانا النهارده انا جايبه له جايبه لكم مثالين واحد هنستخدم فيه ويل well بلس الانفينيتيف وواحد هنستخدم فيه جوينج تو بلس الانفينيتيف نمبر 1 بيقول لي in the future في المستقبل people will be able to travel to Mars الناس هتبقى قادره على السفر الى المريخ طبعا ده تنبؤ انا هل انا خططت له هل انا حطيت خطة عشان اطلع بيها لكوكب المريخ لا مفيش, مفيش خطة فانا بتنبأ فعشان كده استخدمت زي ما انتم شايفين ويل بلس الانفينيتيف طيب يلا نشوف السنتنس التانية ذا نيكست سوري نيكست سمر السمر الجاي او الصيف الجاي I'm going to learn how to swim انا رايح عشان اتعلم السباحه انا مخطط حاطط خطه في دماغي ان انا الصيف الجاي هتعلم السباحه انا مرتب للموضوع ده مفضي نفسي واخد اجازه من شغلي ما عنديش دراسه فانا بروح اتعلم السباحه انزا سمر في الصيف بعد كده في جزء تاني في الجرامر في اليونت بتاعتنا برضو ده بيتكلم عن الاف كونديشنال طبعا الصوره دي برده من الكتاب بتاعكم من السكول بوك بتاعكم كتاب المدرسه انا طبعا بعتذر على ان الخط مش فيها واضح قوي بس صراحه ما قدرتش اتحكم في الخط اكتر من كده آه الخط في الكتب صغير جدا آه هو جايب لي مانا هو هي از رانينج وهو بيجري وفي قدامه ماونتن اللي هو الجبل وفي قدامه سيتي اللي هي المدينه وفي قدامه سي اللي هو بحر وجايب لي قدامي 3 رودز ثلاث طرق في رود A وفي رود بي ورود سي طيب الطريق اللي قدامي هو دلوقتي لو هو عايز يوصل للماونتن للجبل المفروض هيمشي في انهي طريق اكسلنت هيمشي في رود اي طيب لو عايز يوصل للسيتي هيوصل لرود بي طب عايز يوصل للسي البحر هيختار رود سي طيب انا بقى من هنا هوضح اللي هي اف كونديشنال اللي هي حالات اف طبعا اف ليها اربع حالات في زيرو كونديشن وفي Condition 1 او فيرست كونديشن وسكند كونديشن وثيرد كونديشن في ثلاث حالات لقاعده اف انا الحقيقه عندي اليونت بتاعتنا فيها حاله واحده بس اللي هي الفيرست كونديشن اللي هي الحاله الاولى طيب الحاله الاولى دي بتتكون معايا من ايه انا عشان اكون جمله بستخدم فيها اف هي أو أنا اسمها اف الشرطيه لازم يكون عندي حالة معينة ونتيجة للحاجة دي يعني انا عندي حاجة بتكلم فيها ولو حصلت لو الحاجة دي حصلت فانا بشترط اهو ان الحاجة دي لو حصلت ايه اللي هيحصل انا في نتيجة ليها يعني نتيجة الحاجة اللي حصلت دي طيب يعني احنا زي ما احنا شايفين في الصورة ان المان ده if he رود A إيه لو هو خد الطريق رقم واحد he will reach the mountain ايه الحاله اللي عندي ان هو هياخد الطريق الاول اللي هو اللي هو رود إيه. لو خد الرود ايه اللي هيحصل هي هي هيوصل للماونتن هيوصل للجبل طب لو خدنا زي ما قلنا لو خدنا رود بي هيوصل للسيتي طب رود سي هيوصل للسي تمام طب لو هو مثلا اتكلمنا زي ما كاتب لي في الكتاب كده if he takes رود إيه. لو خد الطريق اللي هو إيه اللي رقمه ايه اللي هيحصل؟ he will not reach the city هو مش هيوصل للسيتي مش هيوصل للمدينة يبقى أنا أستنتج من هنا إن كلمة will النيجاتيف فورم بتاعها will not أو won't يعني لو هكتب will و not جنبها فده تمام لو عايز أعمل لها اختصار بكتبها كلمة won't هنشوف مع بعض شرح if conditional يلا معايا كده على الشاشة زي ما ظاهر قدامنا كده يا ولاد if conditionals احنا قلنا ان هما ثلاث حالات first كونديشن عندنا قلنا لازم يكون عندي كونديشن ولازم يكون عندي result جاي بيقول لي if لازم يجي بعدها بريزنت سمبل واحنا شرحنا البريزنت سمبل كويس ده السبب اللي خلاني اشرح البريزنت سمبل في بدايه السيشن بتاعتنا في بدايه الحلقه بتاعتنا if وبيجي بعدها البريزنت سمبل وبعدها السنتنس الثانيه will بلس الانفنتيف، تمام؟ زي ما احنا شايفين اهو ادي اف وجي بعدها البريزنت سمبل وبعدها ويل بلس الانفنتيف. دي عشان تكون الجمله بتاعتي طب يلا نشوف الاكزامبلز اللي انا جايباها نمبر 1 بيقول لي if you study hard you will succeed if you study hard لو ذاكرت كويس انت هتنجح هو اشترط عشان النجاح إن عشان انجح حط لي شرط ايه ان انا اذاكر كويس طيب في الجملة الثانية او السنتنس الثانية نمبر 2 if a piece of paper is lit with match with a match it will burn لو جبنا piece of paper قطعة من الورق وحرقناها بالكبريت ايه اللي هيحصل لها او ولعنا فيها الكبريت يعني ايه اللي هيحصل لها it will burn سوف تحترق دي سنتنس عندنا دي برضو كانت اكزامبلز إيه في السكول بوك بتاعك في كتاب المدرسه بتاعك يلا مع بعض كده نحاول نحلها برضو الخط انا اسفه جدا بعتذر عنه اف يو دروب ا بريك انتو ا باكيت اوف ووتر لو انت رميت بريك اللي هو حجر اللي هو طوبه يعني ستون انتو ا باكيت اوف ووتر في جردل من المياه ايه اللي هيحصل هل هتبقى ات ويل boil ولا ات ويل بيكام بيجر ولا it won't sink ولا it will sink ولا you won't burn your hands ولا it will become ice طبعا it will sink ه هتغرق او هتغوص تحت في الميه يعني وسينك الاوبزيت بتاعها فلوت يطفو على وش الميه ده اسمه فلوت انما السينك اللي هو يغطس او يقع تحت يعني يغرق نمبر 2 if you heat water to 100 celsius لو انا سخنت الميه ل 100 درجه مئويه ايه اللي هيحصل برافو عليكم بدون تفكير it will boil boil معناها يغلي انا سخنتها ل 100 درجه فطبيعي جدا ان هي تغلي سي اف يو بامب اير انتو ا تاير pump اير يعني يضخ هواء يعني ينفخ يعني ينفخ هواء في تاير واحنا قلنا التاير اللي هو الاطار او العجله بتاع العربيه يعني ايه اللي هيحصل لها ها برافو عليكم it will become bigger. Uh, D, if you drop a ball into a tank of water. احنا عندنا tank of water وانا هرمي في بول. هل هي is it will يعني will it sink هتغرق ولا float excellent هي تبقى float بس هو هنا مش جايب لي كلمة float خالص بس جايبلي لي it will not sink أو it won't sink اللي هي مش هيغرق فدي كانت دي E, if you cool water to zero Celsius لو أنا بردت المية لدرجة صفر درجة سلزيه إيه اللي هيحصل لها؟ برافو عليكم it will become ice هتبقى جليد أو هتبقى تلج if if you wear thick gloves when you are welding لو أنت لابس gloves اه اه اللي هو جوانتي اللي هو السميك دوت أثناء اه اللحام لما تكون بتلحم حاجة إيه اللي هيحصل؟ إيه النتيجة؟ You won't burn your hands مش هتحرق ايدك خالص تمام؟ دي بقى يا سنه اولى انا جمعت لكم كده الجزء الجرامر جبتوا كله مع بعضه عشان ما يبقاش فيه لخبطه او تداخل في الـ في اليونت بتاعتنا الجزء الاول كده احنا شرحنا كل الجرامر اللي فيها اخدنا البريزنت سمبل اخدنا الفيوتشر سمبل اخدنا الاف كونديشنال كده احنا خلصنا جزء الجرامر بتاعنا كله اللي موجود في اليونت بتاعتنا في جزء الفوكاب طبعا انا وانا يعني وانا بشرح الجرامر النيو فوكابلري اللي عدت علينا انا كنت بقول الميننج بتاعها كنت بقول الترجمه بتاعتها عشان الصوره بس تبقى واضحه لينا فانا في نهايه الـ الـ يعني بعد ما خلصت جزء الجرامر انا حبيت اجمع كل النيو فوكابلري كل الكلمات الجديده عندنا في اليونت بتاعتنا وجمعتها ورا بعض كده في كام سلايدز كده هنشوفهم مع بعض وبعد ما نخلص الوردز بقى ان شاء الله هندخل على الكوستشنز. يلا مع بعض كده نمبر 1 بريدكشنز احنا قلنا بريدكشنز يعني التنبؤات ودي يعني خلاص بقى المفروض انها ثبتت معانا يعني قلنا البريدكشنز احنا النهارده في البريزنت بنقول تو داي اللي هو اليوم البريزنت يعني in the future اللي هو اه, المستقبل in the future number four cars cars اللي هي السيارات قلنا الموتور بايكس موتور بايكس اللي هي الدرجات البخاريه اللي احنا قلناها بالمعنى الدارج بتاعنا كده اللي هي موتوسيكليت نمبر 6 كلمه فلاي فلاي يعني يطير فلاي يعني ايه يطير اه, كلمه traffic. traffic اللي هو المرور نمبر 8 بيرسون كوبتر بيرسون كوبتر اللي احنا قلنا هليكوبتر لشخص واحد اللي هي فييكل فور وان بيرسون مركبه او او هليكوبتر زي ما هي موجوده كده لشخص واحد بس ودي طبعا كانت في الpredictions في التنبؤات هي مش موجوده دلوقتي نمبر 9 بي able to بي able to معناها يكون قادرا على ان ودي بتستخدم برضو يعني ايه في البريدكشنز الى حد ما نمبر 10 كلمه Decision ديسيجن يعني قرار انا لما بقرر اعمل حاجه انا بقرر اعمل حاجه في الفيوتشر قلنا لما بكون حاجه مرتب لها فده بيبقى بلاننج فانا بختار مع القرارات ديت مع الديسيجنز ديت بختار جوينج تو بس لو في كويك ديسيجن كويك ديسيجن اللي هو القرار السريع بقى حاجه انا مش مخطط لها مفيش تخطيط في دماغي ليها فانا بستخدم ويل بلس الانفنتيف 11 كلمه مارس ومارس دي هنا بلانيت بلانيت اللي هو الكوكب آه مارس يبقى كوكب المريخ وزي منه جوبيتر جوبيتر اللي هو كوكب المشترى وده طبعا اكبر كواكب المجموعه الشمسيه آه 13 كلمه مون مون اللي هو القمر 14 uh, stars stars اللي هي النجوم 15 the world the world اللي هو العالم number 16 welding وقلنا welding دي اللي هي اللحام لما يكون عندي حاجه مكسوره وحابب اني الحمها فده اسمه welding number 17 a match. طبعا احنا عارفين كلمه ماتش لوحدها دي اللي هي الثقاب اللي هو الكبريت عامه يعني لما يجي قبلها ا أدي دي تدي معنى الواحد بس تدي معنى المفرد لما اقول ا ماتش يعني عود ثقاب واحد بس 18 ذا ماونتين اللي هو الجبل ذا سيتي اللي هي المدينه 20 اللي هي flexible سكرين اللي هي شاشه مرنه احنا قلنا شاشة مرنة ازاي قلنا you can roll it up تقدر تطويها يو كان hang it on the wall تقدر تعلقها على الحيطة you can carry it in your bag تقدر تحطها في الشنطة بتاعتك or pocket او في جيبك عشان كده هي اسمها flexible screen طب. عندنا بقى في طرق للتحكم طبعا في الماشينز بتاعتنا في الاجهزه او الالات بتاعتنا في مانيوال كنترول مانيوال كنترول اللي هو التحكم اليدوي طبعا الكلام ده كان زمان قوي في التلفزيونات اللي هي القديمه بتاعت زمان كان في زرار كده تقدر تتحكم فيه تغير القناة اللي شغاله تغير القناه اللي شغاله تطفئه تشغله كل ده كان كنترول كان تحكم يدوي عندي بقى اوتوماتيك كنترولز ودي لسه بريدكشنز uh, اللي احنا قلنا مثلا لو انت قاعد وبتفكر في برنامج معين فجاه تلاقيه ظهر قدامك على الشاشه فده اوتوماتيك كنترول عندي كمان ريموت كنترول وده اللي احنا بنتعامل بيه دلوقتي بستخدم اللي هو الاستشعار عن بعد او التحكم عن بعد باستخدام الريموت طبعا معظم الاجهزه الكهربائيه دلوقتي بتشتغل بالريموت كنترول الفانز المراوح التي فيز ماشين كل حاجه دلوقتي بقت بتشتغل بالريموت كنترول 24 دايموند نكليس دايموند ده طبعا معدن او خامه الماس اللي هو الالموز يعني. آه ده اللي هو عقد او قلادة من الماس دايموند نكلس قلادة من الماس نمبر 25 ا بلانك اوف وود ودي بقى نعتبرها اكسبريشنز كده نحفظها على بعضها كلمة بلانك اوف وود يعني لوح من الخشب بلانك اوف وود اللي هو لوح من الخشب A pane of glass, a pane of glass, اللي هو لوح من الزجاج أو لوح زجاجي. 27 a can of petrol a can of petrol اللي هي علبة بنزين بعد كده عندي a beam of concrete a beam اللي هو العتبة العتبة من الخرسانة beam of concrete concrete طبعا عارفينها ان هي الخرسانة والكلمة دي اخدناها الترم الاول فكلمة a beam of concrete يعني عتبة من الخرسانة طيب 29 a rubber tire رابر تاير اللي هو اطار من المطاط 30 ستيل بيم اللي هو عرضه من الصلب uh, 31 شيت اوف ستيل لوح من الصلب 32 شيت اوف بيبر اللي هو فرخ من الورق دي كانت الفوكابولري الجديده عندنا بس كان في شويه فيربس برضه الفيربس انا جمعتها ورا بعضها كده كلمه رول اب رول أب اللي هي معناها يعلق أو يطوي أه سوري معناها يطوي رول أب معناها يطوي أه تو عندنا هنا كلمة هانج هانج معناها يعلق يعلق حاجة يعني on the wall يعلق حاجة على الحائط سري communicate with communicate with معناها يتصل بي أنا بتصل بشخص معين بستخدم communicate with number four translate translate معناها يترجم نمبر uh, 5 explode ودي معناها ينفجر control معناها يتحكم دي فيربس برضو تعتبر جديده علينا فانا جمعتها لك كده في كمان فيربس انا جايباها لك بقى في الثري كونجيجيشن عشان اوضح لك زي ما كنا بنقول في بدايه السيشن ان الفيربس ال عندي بتبقى بريزنت وباست وباست بارتيسيبل عندي احنا قلنا طبعا زي ما قلنا الترم الاول وزي ما احنا عارفين من واحنا صغيرين احنا احنا عندنا الفيربس دي تو كايند نوعين في ريجولار فيربس وفي irregular فيربس قلنا الريجولار فيربس اللي هي ليها نظام محدد عشان اجيب الباست بتاعها ليها نهايه محدده إيه النهايه دي يا ميس ان كل الريجولار فيربس لما اجيب الباست بتاعها او الباست بتاعها بتكون النهايه بتاعتها حرف الاي e وحرف الدي يعني ما لاقيش نهايه مختلفه ابدا كل الحروف دي اللي هي الريجولار فيربس بتنتهي بحرف الاي e وحرف الدي طب ال irregular verbs دي اسمها افعال شاذة غير منتظمة مش بتحب النظام مش ماشية على نظام ثابت كل فيرب مع نفسه ممكن الفيرب يفضل ثابت زي ما هو متغيرش في شكله خالص 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 ممكن الفيرب يتغير شكله تماما كل الحروف اللي فيه تتغير تماما ممكن ازود نهايه بسيطه او ازود حرف او ابدل حرف مكان حرف فهي للاسف رخمه شويه بنحتاج ان احنا نحفظها زي ما هي دي ما اقدرش اتوقع لها بقى نهايات دي بحفظها زي ما هي. طبعا انا عملت لك تيبل صغير كده فيه كام فيرب من الريجولار من الريجولار فيربس وتيبل فيه الريجولار فيربس عشان بس نشوف الفرق في الفيربس والفرق في النهايات بتاعتهم معانا كده دي ده التيبل بتاع الريجولار فيربس زي ما احنا قلنا في بريزنت في باست في باست بارتيسيبل كلمه دروب اللي هي معناها يلقي ان انا ارمي حاجه يعني الباست بتاعها دروبد زي ما احنا شايفين اخرها اي دي اي والباست بارتيسيبل بتاعها برضو دروبت كلمه هيت يسخن الباست بتاعها هيتد هيتد والباست بارتيسيبل برضو هيتد شايفين النهايات بتاعتها حرف الاي وحرف الدي كلمه فلوت احنا قلنا فلوت دي معناها يطفو يعوم يعني على وش الميه كده يعني لو رميت مثلا ابول مثلا زي ما قلنا ان سباكت اوف لو حطيت كوره على في جردل مليان ميه هي مش هيحصلها سينك مش هتغرق لتحت لا هتفضل فلوت هتفضل عايمه فوق فالبوست بتاع فلوت, فلوت, فلوت فلوتد فلوتد كلمه بامب قلنا بامب معناها يضخ بامبد بامبد ذا لاست وان كول كولد كولد اللي هو يبرد والباست بتاعها والباست بارتيسيبول كولد لما نيجي نشوف بقى الا فيربس عندي بريزنت وعندي باست وعندي باست بارتيسيبول البريزنت بتاعي ايه هنا سينك سينك اللي هو يغوص او يغطس او يغرق يغرق تحت الميه زي كلمه زي ما بنقول كده سينك الباست بتاعها سانك غيرنا حرف الاي الاي سوري خلينا حرف الاي اي طيب الباست بارتيسيبول بتاعها Sunk. يبقى sink سانك سانك ده مفيش حل ليها غير انك تحفظها زي ما هي طيب كلمه burn اللي هو يحرق او يحترق كلمه burn burn زي ما هي في الباست بس الباست بارتيسيبال بتاعها بقت بيرنت يبقى burn burn بيرنت طيب strike struck struck break اللي هو يكسر او يحطم حاجه معينه الباست بتاعها بروك الباست بارتيسيبل بروكن آه كلمه لايت اللي هو يضيء الباست بتاعها ليت والباست بارتيسيبل برده ليت يبقى لايت ليت. ليت ليت تمام كده يا سنه أولى. طيب احنا كده خلصنا جزء الشرح بتاع الجرامر جمعت لكم الفوكاب كلها ورا بعضها جمعنا ال verbs كلها ورا بعضها خدنا two kinds of verbs خدنا irregular verbs وخدنا ال irregular verbs خدنا النوعين انا دلوقتي زي ما قلت لكم جمع لكم شويه اسئله تشويس اختيارات الاختيارات ديت انا عامله جزء منها على الفوكاب على الكلمة الجديده وعامله جزء تاني منها على الجرامر يا رب كده ان شاء الله اه واحنا احنا قاعدين مع بعض وتحلوها تلاقوا الدنيا تمام كده وان انتوا فاكرين الانفورميشن اللي قلناها في الدرس بتاعنا يلا مع بعض كده نشوف الاكسرسايز اللي موجوده قدامنا in the future زي ما قلنا in the future اللي هي في المستقبل people will be space to travel to Mars احنا قلنا في اكسبريشن على بعضه كده اسمه ايه؟ will be able to سوف يعني تق... الناس دي سوف تكون قادره على ان تسافر الى كوكب المريخ يبقى ما انساش الاكسبشن ده على بعض اللي هو be able to يكون قادرا على ان نمبر 2 ان ذا فيوتشر في المستقبل يو ويل بي ايبل تو اندرستاند سبيكر سبيكرز اوف افري وفي سبيس في المستقبل you will be able to هتكون قادرا على ان تفهم المتحدثين او المتكلمين of every excellent of every language طبعا احنا قلنا ان هيكون عندك المفروض يعني على حسب البرودكشنز اللي عندنا ان هيكون عندك a computer near your ear هيبقى في كمبيوتر جنب آآ آآ ودنك يعني هيعمل الكمبيوتر ده he it will translate everything into arabic هيترجم لي كل حاجه للعربي فعشان كده انا هبقى اندرستاند ليه هفهم ايه هفهم كل اللانجوج اللي في العالم نمبر 3 يو ويل بي ايبل تو هانج ذا سبيس اون ا وول برضو ان ذا فيوتشر في المستقبل هتكون قادر على انك تعلق ايه على الوول هل هي رول ولا سكرين ولا تلفزيون ولا كمبيوتر ها احنا قلنا واحنا بنقرا الجزء اللي موجود في الـ في السكول بوك بتاعك قلنا إن, ان احنا هيبقى عندنا فليكسبل سكرين فليكسبل سكرين اللي هي الشاشه المرنه قلنا you can roll it اب ممكن نطويها قلنا you can هانج it on the wall تقدر تعلقها على الحائط you can carry it in your bag or your pocket ممكن تشيلها في الشنطة بتاعتك أو في جيبك ف you can hang the أو you will be able to hang the excellent the screen screen اللي هي الشاشة on a wall number four a space copter will have a router and blades like on a helicopter طبعا دي خدناها في الفوكاب هل هي people copter ولا boy copter ولا man copter ولا person copter؟ excellent هي person copter. number five if a وفي space قدامي هوت of glass is struck with a hammer it will break ها احنا قلنا أي of glass؟ اللوح الزجاجي ده قلنا اسمه ايه بالانجليش هل هو بين اوف جلاس ولا شيت اوف جلاس ولا بلانك اوف جلاس ولا بوتس اوف جلاس هم اكسلنت هي هتبقى بين اوف جلاس نمبر 6 would you mind not space on the power please طبعا احنا would you mind دي كانت عندنا structure في الترم الاول وكنا شرحينها وقلنا ان would you mind بيجي بعدها الجيرند او يجي بعدها if طب هنا مفيش فيش اف would you mind ما هنا اف بعدها يبقى هيجي الجيراند الجيراند ده يا احنا ناسينه الجيراند ده يعني الفيرب متضاف له اي ان جي الفعل ضايفين له اي ان جي هل هتبقى سويتش switch ولا سويتشز ولا سويتشنج ولا سويتشد هم اكسلنت هي كلمه سويتشنج هي اللي موجوده قدامي في الجيراند فود يو مايند نوت on switching the power please number seven if you drop a brick into a bucket of water it will لو إن لو أنت رميت ستون حجر أو بريك it will excellent it will sink هتغطس أو هتغوص تحت يعني you won't burn your hands if you wear thick when you are welding your hands أنا بلبس إيه في الهاندز بتاعتي هل بلبس هيلمت put gloves glasses excellent بنلبس الجلافز could you space this picture on the wall please ها عايزين نعلق picture. كلمه يعلق يعني ايه اخذناها excellent كلمه hang number 10 if a piece of paper is lit with a match it will ها احنا قلنا ويل well بيجي بعدها الانفينيتيف يبقى انا مش محتاج اقرا التشويس اللي قدامي دي كلها مش محتاج اقرا الاختيارات اللي قدامي فعلى طول الانفينيتيف بتاعي فين هنا برافو عليكم هي كلمه per نمبر 11 if he space root a he won't reach the city طيب احنا قلنا if بيجي بعدها البريزنت simple طب البريزنت simple قلنا بيتعامل مع التصريف الاول للفعل بس انا قلت مع الضماير هي وشي وات بستخدم الفيرب بتضاف له يا اما اس يا اي اس -E يا اي اس -E يبقى وانا مغمض عيني بختار دي اللي هي تيكس حاطط لها الاس لان هو جايب لي هنا بروناون هي نمبر 12 if you bend the rubber tube it won't rubber tube اللي هي انبوبه من المطاط لو انا تنيتها هل هي تتكسر it will not طبعا قلنا كلمه won't دي اللي هي اختصار لكلمه will not break broke broken breaks excellent بيجي بعدها الانفينيتيف على طول اللي هي كلمه break number 13 if you smoke near a can of petrol it will ها فين الانفينيتيف يلا بسرعه معايا explode explode يعني ينفجر 14 if you touch this spark cable you will space an electric shock برافو عليكم الانفينيتيف عندي هنا كلمه get يبقى كلمة get number 15 if you drop a ball uh, into the tank أو into a tank of water it will not ها huh? it will not sink لو رميت كورة في تانك مية مش هتغرق أو مش هتغطس تحت number 16 والأخيرة معانا النهاردة إن شاء الله if a beam of concrete is struck with a small hammer لو جبنا عتبه من الخرسانه كده وخبطناها بشاكوش صغير it will not broke broken break breaks excellent المصدر بتاعي هنا كلمه بريك اللي هي معناها يتكسر او يتحطم يبقى احنا كده النهارده في اليونت بتاعتنا شرحنا جزء الجرامر ركزنا على الفوكاب الفيربس الجديده حلينا اسئله تشويس محتاج منك تحفظ الفوكاب بتاعتك عشان الامتحان بتاعك ان شاء الله احنا عارفين ان احنا في نظام جديد في امتحان كل شهر فالفوكاب هتساعدك كتير جدا في حل الاسئله اللي هي تشويس ديت اتمنى يكون الدرس النهارده كان سمبل كان بسيط واتمنى تكونوا فهمتوا الدرس معايا النهارده انا عارفه ان هي حاجات كتيره معلش بس هي اليونت كلها على بعضها Uh, see سي next session سيشن ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله ثانكس فور يور واتشينج شكرا على المشاهده والمتابعه باي باي